مرحبا شباب، خلينا اليوم نبتدي بالأسئلة مال الأري ليست. خلينا نحل هالسؤال. Question 2: Use list interface and array list class of Java. لاحظوا هني شنو قاعد يقول لي؟ List interface. زين، خلينا نركز على هالشغلة ونشوف شنو يقصد من list interface. بعدين نكمل. Write a Java program. Have only main method, create an object list, مرة ثانية list اللي هو نوعية list of type array list to store strings. زين، بس يبي strings. The user can enter as many strings as the user want to add to the list object. When the user want to end, the user will type string 3 نجمات. يعني وقت اللي يقدر يدخل أسامي على كيفه، وقت اللي يبي شو اسمه يبند اللوب يضغط الثلاثة النجوم. يعني وقت اللي يضغط 3 نجوم خلاص، ما في مجال بعد يقرأ. قال لي بعدين display the contents of the list of strings with their inductance. Inductance يعني الأرقام ذي 1 2 3 4 كذي. تمام. Next, the user will enter 2 elements that should be swapped. Swap يعني يتغير مكان، مثل ما أعطاني في المثال هنا. أعطاني إنه شنو؟ قال لي أبي أغير يوسف ويا منال. زين، يبي يغير يوسف اللي هنا ويا وين؟ ويا منال. تمام؟ فيغير أماكنهم، هاي يسمون سواب، يغير أماكنهم لكل واحد يأخذ مكان الثاني. زين، فالمفترض الأوتبوت يطلع بهالطريقة، منال تكون في الثاني مكان يوسف، ويوسف يكون مكان منال في الخامس. تمام؟ If the both elements are found in the list، بشرط يكونوا موجودين. Swap these two elements in the list and output the modified list. بعدين اطبع الليست عقب ما سويت السواب. Else output error message. يعني في حال انه مو موجودين هالاسمين او واحد منهم او شيء كذي، مفترض يطلع لنا error. اذا خلينا نشوف شلون هالسؤال ينحل. خلينا نروح حق الكومبايلر. هاي الديمو مالنا. خلينا نبتدي نحل السؤال. لاحظوا شغلة، هو شنو قال لي السؤال؟ قال لي list interface and array list. إذن إحنا كنا في أول فيديو قلنا نقدر نسوي لنا array list بهالطريقة. نقول له array ونخلي هني النوعية string ونسميها list equal new array list semicolon. تمام. إذن ولكن هو قال لي list interface list. شنو هاي interface list؟ خلينا ندش في كلاس array list ونشوف شنو هو interface list. شوفوا وياي هني أعطى implement حق شنو؟ حق list. خلينا نشغل list interface. خلينا نقول شنو يعرف العناوين مال الميثود، واذا صار implements في اي كلاس لازم يكون موجود هالميثود يكون موجود نفسه. مثلا خلينا نشوف boolean contains لازم يكون موجود في الاري ليست. تمام، ننزل object to array. خلينا نشوف الاشياء المهمه. remove add all remove all. عشان عندنا retrain all replace all. عندنا وعندنا شنو بعد؟ كل هالمثدات. sort اللي هو يعني شو اسمه يرتب. clear. زين، شنو فائدة الانترفيس ليست هاي؟ اد بعد. زين، الفايده منها لو تشوفون وياي احنا نقدر
احنا نقدر نخلي بهالطريقة زين، انه نخلي في البداية يكون الكلاس مال الاريليس وانتهى الموضوع. ولكن اذا خلينا ليست تمام، هاي اعطاني ايرور لان ليش يبي اللايبرري ماله. زين انتو تقدرون تخلون هني نجمة، ولكن انا بحط اللايبرري ماله امبورت. زين انا خليت اللايبرري مال، لان ليش ابيكم تعرفون ان كل واحد من وين يعني وين مكانه. زين فاذا خلينا ليست بوريكم شغله يعني يمكن جديده عليكم. مثلا عندنا من الميثودات مال الليست انتجر سايز، شوفوا هنا شنو قاعد يقول لي، يقول لي has implementations، يعني وين صار تطبيق حق هالميثود. خلوا بضغط عليه وشوفوا، شوفوا ايش كثر كلاسات في تطبيق حق الليست، ايش كثر كلاسات. فانا اذا في الفكره شنو، اذا يعني شوفوا arrayless array arrays وايد، هاي كيو وايد اماكن صار تطبيق حق هالميثودات كلهم، يعني بنفس الاسم ولكن نوع ثاني من الليست. زين خلا بس بقول لكم شنو اقصد بالضبط. هني مثلا شوفوا هني كتبت ليست وليست تمام، هني خليت شنو ان تابع حق شنو، حق كلاس arrayList تمام. لو مثلا ابغي ما يكون نوعية الداتا مالتي يعني الليست مالتي ما تكون arrayList، ابي linked list مثلا. زين خل اكتب لكم هني import dot util linked list. زين خلنا نشوف الكلاس ماله، هل implement، شوفوا هني implement. زين فإذا سويت البرنامج كامل مالي وأبي أغير كامل، ما أبي يكون arrayList، أبغي يكون linked list، بس أيه هني أغيره خلاص كل البرنامج مالي بيكون أوكي، ما بيكون في مشكلة، والميثودات اللي استخدمتهم already بتكون موجودة في linked list. لأن ليش؟ لأن already سوى لها implements مثل ما نشوف هني implements، وحتى الarray implements تمام. فهاي good practice ان شنو تخلون الانترفيسز علشان شنو، علشان اذا تبون تغيرون الى كلاس ثاني. زين لان كل كلاس له ميزاته. زين فتخلون مثلا linked list او تبون تخلون array list عندكم الحرية. تبون تخلون شيء ثاني مثلا vector، اعتقد خلنا نشوف في capital فيكتور بعد اوكي. وايد عندكم خيارات ازيد اذا خليتوا الانترفيس. هاي فائدة الانترفيس، انه اسوي انترفيس واحد اخلي فيه عناوين الميثود وكلهم يتفرقون. في الاسئلة ان شاء الله بنتعرف على انترفيس ثاني اسمه كومبارابل. زين هاي انترفيس ثاني بنشوف شلون صاير استخداماته في كذا كلاس تمام. فهاي نسبة حق الليست، ليش هني قالي في السؤال list interface، هاي اللي يقصده. إذا يالي سؤال بهالطريقة معناته أنه في البداية أخليه يكون list interface، بعدين ألزمه بالكلاس arrayList. حتى هني لو تشوفون create a object list of type arrayList to store the string تمام. فبيكون هالكود، بس بضيف شغلة لأنه هو حدد لي أنه بس يكون string، وبخليه هنا string وخلاص. خلي الأشياء زيادة نشيلهم هنا، وهنا بنخلي arrayList. إذن شنو قال لي؟ قال لي أن اليوزر يقدر يحط data كثر ما يبغي اللي هو الأسامي. فهي طبعا بيصير بشنو؟ بالloop. هل بيكون for loop؟ لا، لأن ليش؟ لأن الكونديشن مالي مفترض يبند عند ال 3 stars مثل ما تشوفون 3 stars. زين فهاي ما بيكون for loop، بيكون while أو do. الdo هو الأفضل، ولكن خل أول شيء أسوي لكم بالwhile زين عشان تحسون بالفرق، بعدين بنسويها بالdo. ف
فالحين لازم نحط الداتا. علشان نحط الداتا لان اليوزر بيحط لنا، فلازم نستخدم شنو؟ سكانر. هني الكونديشن مالنا شنو بيكون؟ احنا ما نبي ثلاثة نجوم، فشنو بنقول له؟ بنقول له name.equals، ونخلي النجوم داخل. زين كذي معناته ان اذا الانبوت ثلاثة نجوم بيشتغل، ولكن احنا نبي العكس، فشنو بنخلي هني نوت. اذا خلينا النوت هني بيعكس لنا. زين اول شغلة شنو بيصير؟ بيصير add في list dot add، بيصير add في list ونخلي name. بعدين شنو بنقول له؟ هالسطرين بناخذهم بنحطهم تحت. زين خلنا نضيف عليه بعد إشارة ونشيله هنا السترينج لأنه ما يصير يتعرف مرتين، ونشغل الكود. الكود بيمشي لنا من هنا، بيدخل هنا زين، وبعدين بيكون في اللوب. خلنا نشوف اللوب مالنا صح أو لا، وخلنا بس هنا عشان ما نضيع نحط واي. شغل الكود. زين خلينا نحط علي مثلا. زين بعدين هنا بنحط ثلاثة نجوم، وقف لي البرنامج يعني شغلي تمام. زين عقب شنو قال لي؟ قال لي يبغي شنو؟ يطبع. زين لحد هنا احنا خلصنا. بعدين قال لي display the contents of the list of strings with their indicators، ويا المؤشرات ذلين. لاحظوا وياي أنا لو استخدمت to string ما بيعطيني الشكل اللي هو يبغي. تمام خلي بس بحط data بعد واحد. زين ما اعطاني نفس الشكل اللي يبغاه، فمعناته ما نطبع بهالطريقه، لازم نطبع باستخدام شنو؟ نقدر نستخدم كذا طريقه، نقدر نستخدم الفور ونقدر نستخدم الوايل. زين اعتقد الحين صار وقت ان تتعلمون شغله جديده. زين انترفيس جديد، انترفيس جديد هاي بيكون من تبع الArrayList، اسمه اعتقد في الليست موجود، اسمه دقيقة ايه انتريتور. زين هاي انترفيس، خلنا نتأكد هي انترفيس اسمه ايرتريتور. هاي شغلتها حق التكرار. شوفوا هني الميثود هاي، هاي اللي نبي نستخدمه احنا. زين نقدر نحله بالفور، ولكن خلينا نستخدم ايتريتور ونشوف شلون بيكون عندنا الحل. لان ليش على الاسئله؟ هدفها ان تتعلمون اشياء جديده، فبنحاول ندخل الاشياء الجديده في هالسؤال. زين خلصنا من الوايل، الحين وين مالنا شغال؟ الحين نبي نطبع بالطريقة اللي هو يبغيها. فشلون بنسوي؟ بناخذ على هالطريقة. في ميثودين اثنين بنستخدمهم. شوفوا الحين وياي. زين هاي علي في أول واحد. زين والرقم ماله 1. ثاني واحد 2. زين إحنا إذا نبي نطبع بالإندكس بيعطينا شنو؟ بيعطينا 0. فمفترض نضيف عليه 1 عشان يترتب. هاي انحلت المشكلة، بنستخدم ويا index of. تمام. الشغلة الثانية بالاسم دايركت بنحطه عادي وبننزل سطر. زين خب اكيد اعتقد كلكم تعرفون تسوونها بالفور. الفور كلش سهلة. شو تقولون له؟ تقولون له integer i
وهنا شنو بنقول له؟ بنقول له system dot out، وهنا نعطي ال index sorry i بيكون لأن كل مرة بتغير. زين ونسبة حق الرقم شنو بنقول له؟ بنقول له i plus بنحط له شنو نقطة وسبيس ونطلع له ليه ما يخلص الليست بيطلع له كل اللي يبغي. خلنا نشيك واكتب ثلاثة أسامي. اوه نسيت الشغلة المهمة i plus 1، بس مثل ما تشوفون قدرنا شو اسمه نسويها بسهولة بالهاي. ولكن عشان نتعلم شيء جديد خلنا نحط هاي في القوس بعد. زين شوفوا بالضبط نفس الاوتبوت اللي يبغونه. زين ولكن هاي الطريقة يعني ممكن ساعات ما تنفعنا، فخلنا نتعلم كذا طريقة عشان ما نتوهق. استخدم edit table ونشوف شلون بيكون طريقة الاستخدام ماله. أول شيء نحتاج نسوي شنو، لأنه هو interface بروحه، نكتب edit table، نكتب list edit table. زين أكو طلع لنا list edit table، لأنه ليش نبي object مالس اتيتور. وابي اراكم شغله شنو المثلات اللي بنستخدم. شوفوا هاي انترفيس. زين بنستخدم هاز نكس انه بيشيك هل في شيء عقبه ساعه بيشيك. زين وبنستخدم نكس انه شنو بدل شو اسمه يعني مثلا الديتر وحط الديتا اللي عقبها وكذي. وبنستخدم اندكس نكس اندكس. تمام فخلنا نشوف شلون يصير. بنسمي object equal، هني ما في new لأن ليش already عندنا list وهاي interface فما نقدر نحجز له مكان في الميموري. فشنو بنستخدم؟ نستخدم list مالتنا اللي سويناها فوق هاللست. زين بنقول له dot list iterator ومنخليه في الوايل. شوفوا الحين شلون بيكون طريقته في الوايل. بنقول له object هذه obj dot has next اللي بيتشيك في شيء موجود وكذي اسمه. الحين بيتشيك اول مرة في يعني في شيء موجود في اول مرة. زين وفي الوايل شنو بنستخدم؟ بنستخدم system dot out. اول شيء خلنا نحط dot next. يمكن الاسم شوي يخربطكم بس هو شلون تشوفوني ريتير مو هني ايه تشوفوني هاي الطريقة صار بالعكس انه الفوق اللي فوق هو الشرح مال هالميثود. returns true if this list iterator has more element when traversing the list in the forward direction. زين forward direction يعني من أول شيء للنهاية in order word. قال in order word. زين فقعد ياخذ من أول واحد وهو رايح. زين هاي ترى موجود في كلاس Arraylist إذا تبون تشوفونها already. هو automatic حاط لي دي. زين إذا رحنا حق Arraylist بروح حق نفس الميثود مثلا خلنا نروح حق has next. شوفوا هني قاعد يشيك return cross not equal size. تمام خلينا نشوف شلون نسوي له بنفس الطريقة. نشوف cross شنو هو. شوفوا هني return crosser اللي هو المؤشر يعني إذا not equal size بس نيشيك المؤشر هل هو equal size بس automatic قاعد يصير من zero وهو رايح. زين فهاي قاعد يشتغل بهالطريقة. ولكن مثل ما قلنا
ان هالميثود صار في كذا مكان، فشنو فاستخدم انترفيس عشان شنو اذا غيرنا الليست الى لينكد ليست مثلا او شيء ثاني، اذا ما يحتاج نغير الكود ونغير الميثود، بس نغير الاسم وانتهى الموضوع. تمام، فخلينا نرجع حق الكود. has next اعتقد عرفتوا من وين يت. الحين next، next بعد نفس المكان. زين، دائما بتكون هي الاوبجكت مالتها دوت next. الحين براويكم شنو يطبع اذا شغلتها. خلينا نشغلها مثلا علي، خلينا نقول سارة، احمد. زين، هاي خلاص ما نبغيهم. طبع ثلاثة الأسامي، لأن ليش بيروح كل واحد ويطبعهم. زين، الحين شنو عن الاندكس؟ شلون بنطبع الاندكس؟ لحسن الحظ عندنا بعد ميثود يطبع الاندكس، رويتكم اوريدي. فشنو بنقول له؟ بنقول له object obj dot next index. زين، بنحط له يساوي، قلنا dot، خلينا نحط space. براويكم الحين بدون التعديل، بعدين بنعدل عليه. تمام، شوف هني 0 1 2. فعلشان نعدل شنو بنسوي؟ بشيء بسيط بنحط هنا قوس. زين، الحين لو شغلنا البرنامج، زين شوفوا بالضبط نفس الشيء اللي هو يبغي. زين، بقى علينا السوابينج، شلون بيسوي سواب؟ خب السواب شلون بيكون؟ عن طريق الاوبجكت.